جيل جديد من الأقمار الصناعية تطلقه فرنسا، تعرف معنا على التفاصيل. أطلقت فرنسا في المدار قمراً اصطناعياً مهمته الاتصالات العسكرية، ويعتبر جوهرة تكنولوجية ومن ركائز سيادة البلاد. وقد انطلق الصاروخ أريان 5 من قاعدة كورو في غويانا حاملاً القمر الصناعي A4، وذلك ضمن برنامج سيراكوز، وهدفه السماح للجيوش الفرنسية المنتشرة في أنحاء العالم بالتواصل بسرعة عالية وبأمان تام براً وبحراً وجواً، حتى التواصل من داخل الغواصات بسهولة. وصرح المتحدث باسم قوات الفضاء الفرنسية الكولونيل ستيفان سبيت بأن القمر الصناعي سيراكوز A4 مصمم لمقاومة الهجمات العسكرية من الأرض والفضاء وللتشويش. وهذا القمر مجهز بوسائل مراقبة لمحيطه، كما أن لديه القدرة على التحرك لتفادي أي هجمات، ويحمي هذا القمر من قوة الدفع الكهرومغناطيسي التي قد تنتج عن انفجار نووي. وتبلغ قيمة برنامج سيراكوز نحو 4 مليارات يورو. كما يفوق هذا الجيل الرابع من الأقمار الاصطناعية سرعة اتصال الجيل الثالث منها بثلاثة أضعاف. وعلى المدى الطويل ستكون لدى فرنسا 400 محطة قادرة على الاتصال بالقمر الاصطناعي الجديد الذي تم إطلاقه، فيمكن التواصل معه قريبا من الأرض أو من طائرة أو سفينة أو غواصة. وبعد استعراض التطور الذي قامت به فرنسا، علينا العودة إلى بداية تاريخ الأقمار الصناعية. يعود اختراع القمر الصناعي إلى عام 1907 على يد سيرجي بافلوفيتش كوروليوف، وكانت أوكرانيا هي الشاهدة على هذا الاختراع الذي طور حياة البشر. وحتى يومنا هذا هناك الكثير لا يعرف استخدامات الأقمار الصناعية. فالقمر الصناعي آلة صنعها الإنسان لتدور حول كوكب ما أو أي جسم آخر في الفضاء، وهناك الآلاف من الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكب الأرض في الفضاء. بعضها يلتقط صوراً لكوكب الأرض، ما يساعد خبراء الأرصاد الجوية على التنبؤ بالطقس وتعقب الأعاصير، وبعضها يلتقط صوراً للكواكب الأخرى والشمس والثقوب السوداء والمجرات البعيدة، ما يساعد العلماء على فهم النظام الكوني على نحو أفضل.